بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الحضور، كنشكر الاخوه اللي قاموا بهذا العرض. بالنسبه للعزوف هو نتيجه مجموعه من العوامل التاريخيه والانانيه، تقريبا بحال هكا مجموعه ديال المحاضرين كيكونوا من التشرف، كيفرقوناش ما بين السياسه والاداره. هذاك من كتحاولوا كسياسي كيخرج لانه اداري، من كتحاولوا بانك باغي واحد المطلب اداري كيخرج بانه سياسي ماشي فوق. بالنسبه كاين واحد المشكل اخر، انه هي المحاور للشباب، انا بحال هكا كشباب احزاب سياسيه من كنمشيو كنتحاور بحال هكا مع الممثلين نتاع الاداره كيقول لك لا خص برنامج ولا خص نسخه تاع الحزب، لانه ما كيستعرفش الشباب. لهذا لحد الان كنشوف ان دور الشباب ما كاينش دابا في السياسه، كيحاولوا يعتموا. وبالنسبه عاود كاين المشكل ديال الاعلام، انا الاعلام كيوظف هذا الشباب كسلعه في السوق الامبرياليه، انه بحال هكا مين كيحتاجوا الوقفه ديال الشباب كيسوقوها، من بعد صافي كتطفى. وعندي ثلاثه ديال الاسئله للاخوان اللي يمثلوا الاحزاب ديالهم. وما هو دور هذه الشبيبات في تلقيح الحق السياسي؟ السؤال الثاني، ما هو دور هذا الشباب الخاص بين السياسه والادارات المركزيه ديال الاحزاب ديالهم؟ انا كنشوف بحال هكا السياسه دائما مركزيه، الجهويات ما كتلعب حتى دور بالنسبه للشباب الجهوي. بحال حنا بحال هكا بالنسبه للموقع ديال وجده دائما غائب بزاف بالنسبه للتحركات السياسيه، ما كنشوفوش الاثر ديالو بالنسبه للمراكز القرار، بالنسبه للاحزاب او رد الاعتبار بالنسبه للحكومه. وبالنسبه لهنايا في وجده كاين بحال هكا مساله التنزيل ديال الدستور، ما كاينش بحال هكا بالنسبه للحوار اللي فتحت وزاره الشباب والرياضه في المندوبيات ديالها، انهم داروا ان اللاج نتاع الشباب خصهم يكونوا 15 25 سنه، وحنا عاد حصلنا على واحد الدستور كيقول لك اودي السن نتاع الشباب كيوصل حتى 40 سنه، ما كانش. بالنسبه بحال هكا الشباب بالنسبه حتى حنا كنشوفوا هذا المشكل اللي واقع هنايا في وجده بالنسبه لسوق طنجه، انا متفجر الشباب باعتبار هذا. كيشوف غير اللي عنده بزاف واللي عنده الفلوس واللي عنده العلاقات. وشكرا. يا صاحبي.